التعبير عن طبيعة العونية السياسي، وأرجو من الله أن هذه الطبيعة أن لا يخطئ بعض الموارنة وفي أغلبهم أيضا نفس الخطأ الذي ارتكبوه مع هذه الطبيعة الميشيل عونية، وأن ينجروا وراء كما انجروا في 2005 رغم بعض الأخطاء والمبررات التي ارتكب خصوم المسيحيين وخصوم المسلمين في انتخابات 2005، ودفعته إلى المرمخايل 2009 7 أيار، وأن لا يصحو الموارنة على أزمة سياسية تطيح بما تبقى لديهم من دور، لأن البعض دعاة أصوات الإنعزال أو الطلاق أو الانفصال أو الفيدرالية يتخلون عن لبنان الذي أعطي مجده لهم من أجل مغامرات سياسية لهواة أو مش هواة لدوافع شخصية. المغامرة العونية هي مغامرة بالمسيحيين، مغامرة بموقف عربي له شروط حتى لم يتحدث عنها مع مجرم دمشق أو سفاح دمشق، لذلك خطوة في الفراغ، خطوة في الهواء، ولكنها خطير لأنها خطوة فوق الهاوية، أي هاوية، هاوية الدور المسيحي في لبنان وموقعه. بلشت المواجهة الحقيقية بالبلد. بأي لحظة بلشت؟ بتشكيل جهاد أزعور، ولكن أعيد تشكيله الآن بعد نتائج العبقرية لكل زيارة الأسد. زاد خليتني استرجع ما أقولي لوالدي، لبنان بدون مسيحيه لا ضرورة له. يعني عندك خوف على دور المسيحيين؟ أكيد. إذا طرح الشيعي حصته ما لح يقدر يدرقه بالمسيح بالسنة، بس اليوم ضرب المناصفة وضرب الاتفاق طائف. ايه، فبياخد حصته من مين؟ من المسيحيين. يعني فمبروك على حلف، يعني السنة عم بيحافظوا على الاتفاق الطائف فقط بنية الحفاظ على الصلح. لا، عم بيحافظوا على اتفاق الطائف على حصة المناصفة. اذا اجبروا على ضرب المناصفة هون طرف بصير بلحظتها قوي، ما فيك تدقر فيه لانه في السعودية بيظهروا. في عارف حاله وين رايح، والمسيحي ما عنده حدا، ما عنده حدا، فهو خاصم مين كان ممكن يوقف بظهرك.